من هنا من مدينة العين وبالتحديد في العين مول في الحفل المنتظر مع هذا الجمهور المتوافد إلى الآن، الفنان محمد عساف. تابعوا معنا هذا اللقاء الحصري معه وأيضا حفلته الموجودة هنا، تابعونا. ثاني مرة بكون لحفل بالعين، لكن مرة بالمول. المرة الماضية كان عندي احتفال صراحة مش متذكر وين، لكن الحمد لله أنا سعيد إنه بين أهلي وأحب. يعني شو تعرف أعظم شيء صدقني وبدون مجاملة إنك تشوف الناس يعني تشاركك نجاحك، أو أساساً ما في نجاح إلا بتواجد الجمهور وبتواجد الناس وأثنائهم. الحمد لله رب العالمين. أتمنى يا رب أنه يكون لقائي مع الجمهور اليوم إيجابي ورائع، إن شاء الله نبسطهم. وهذا بالدرجة الأولى يعني أهم شيء بالنسبة لي، أنه إن شاء الله نحيي جو من الفرح والسرور إن شاء الله بالعين. إن شاء الله تلفزيون الظفرة. أول شيء بدي أقول لكم الله يعطيكم الصحة والعافية دائما ويوفقكم، ومن نجاح لنجاح ومن توفيق إلى توفيق.